Hello everyone, اليوم راح نتحدث عن قصيدة Inishient Marina اللي هي للكاتب Samuel Tyler Coleridge. أكو فالشغلة أريد أنوح عليها عن هاي القصيدة، إنه بهاي القصيدة يعني بالملزمة اللي أنتوا عندكم اسم الكاتب مكتوب مختصر، يعني هو كاتب المختصر مع اسم الكاتب اللي هو تي اس كولريدج. طبعا هو اسم الكاتب بالحقيقة هو سامويل تايلر كولريدج، بس هو بالملزمة غلطانين فكاتبين تي قبل الاس، المفروض يكتبون اس قبل التي، فهاي انا حبيت انه انوح عليها ليش حتى يكون عندكم علم بها، فهم بالملزمة غلطانين، لكن انتو شو تسوون؟ انتو تكتبون اللي مكتوب عندكم بالملزمة افضل، لان هم راح يصححون على هذا الاساس، يعني لما الورقه الامتحانيه مالتكم يصححوها على اساس الملزمه. ف انتم يعني كتبوا تي اس كولريدج وما لكم علاقه بالباقي. المهم اليوم اني راح اتحدث عن هاي القصيده اللي هي طبعا نوعها هي بالاد، واحنا نعرف شنو يعني بالاد، انا شرحت قبل الفرق بين البالاد وبين الليريك، وراح ناخذ يعني بالايام الجايه راح ناخذ نوع ثالث من القصائد اللي هو سونت. فاحنا عندنا ثلاث انواع من القصائد راح ناخذ، اللي هي الليريك اخذناه والبالد ايضا، وبالايام الجايه راح ناخذ السونت. طيب القصيده مال Inishient Marina طبعا هواي راح طلاب ما فاهمي من هاي القصة مال Inishient Marina. أنا قلت في فيديوهات سابقة أهم شيء إنه أنتوا تفهمون القصة، يعني أي شيء بالأدب تردون تدرسوا، مو إنه تلزموا تحفظون اللاينات وهالأمور هاي، لا هاي الأمور ما راح تفيدكم، وإنما أنتوا لازم تفهمون القصة اللي تكون خلف هاي القصيدة. من تفهمون القصة أنتوا راح تقدرون تجاوبون على أي سؤال يجيكم، بالإضافة إلى شنو قلت إنه أنتوا لازم تطورون مهارة الكتابة عندكم، ولازم أيضا أنه على الأقل تكونون مفتهمين شنو يعني مضارع بسيط وشنو يعني ماضي بسيط، حتى تقدرون أنه تعبرون أنتو على أي سؤال يجيكم، حتى لو كان سؤال أنتو يعني ما دارسي سابقا، لأن قلت أنه بالأدب ماكو دراسة، ماكو أسئلة أنتو تقروها وتدرسوها وهي، لا أنا ما أريد أتكلم بهذا الموضوع أكثر، راح أحط الفيديو اللي حكيت بيه عن كيفية دراسة الأدب راح أحطه بالديسكريبشن، فأنتوا شوفوا بصندوق الوصف، ورجاء يعني يا ريت كلكم تشوفوا على مود ما تصير بعد عندكم مشاكل بقراءة الأدب. فبما أنه أنتوا ساعدكم علم ف let's get started. قصة Inishient Marina أو البحار القديم، Inishient Marina أو البحار القديم. شنو قصة البحار القديم؟ قصة البحار القديم هو أنه أكو مجموعة بحارين ركبوا سفينتهم ويردون يرحون للصيد، اللي هو ركبوا سفينتهم بالبحر وهم يردون يرحون، وين يردون يرحون للصيد، فهذا المكان اللي هم متجهيده مكان بعيد جداً، بحيث شنو بعيد جدا الى يا درجة لدرجة انه ما كان اكو سفن ثانية دا تبحر وياهم، هم كانوا السفينة الوحيدة اللي موجودة بالبحر. فهذول الصيادين، المجموعة الصيادين كانوا ملتزمين، يعني اثناء القصيدة انتو تقدرون تلاحظون شخصياتهم انه هم شخصيات تقليدية، شخصيات خرافية، شخصيات همجية نوعا ما، يعني عندهم هاي النوع انه هم اللي يؤمنون بالخرافات والعادات والتقاليد وهالامور، فنقدر نلاحظ هذا الشيء بشخصياتهم. شلون؟ لما يقوم واحد من البحارين اللي هو واحد من عندهم، فهذا الشخص يقتل طائر عن طريق الغلط. اسم هذا الطائر اللي يقوم بقتله اسمه ألباتروس، اسم الطائر هو ألباتروس. هذا الطائر معروف بعاداتهم وتقاليدهم أو بخرافاتهم، معروف أنه هذا الطائر يجلب الحظ الجيد، اللي هو يجلب الجود أومن، يجلب الجود أومن، فيجلب الحظ الجيد. فهذا الطائر بما أنه لما أنت تكتله راح يجلب لحياتك الحظ السيء، فإذا هو هنا أكو هواية مغالطات صارت بشؤون الطائر اللي هو طائر الباتروس. أكو طلاب يقولون هو good omen يجلب الحظ الجيد، وأكو يقولون bad omen يجلب الحظ السيء.
خليني أوضح هاي النقطة. طائر الباتروس لما يكون عايش يعتبر كفال جيد أو يجلب الحظ الجيد للشخص اللي يتملكه أو الشخص اللي يملكه، زين؟ فأنت لما تقتل هذا الطائر اللي يجلب الحظ الجيد، لما تقتله راح يسبب لك لعنة بحياتك فيجلب لك الحظ السيء. هاي هي الفكرة من الباتروس. لكن الباتروس لما يجيكم سؤال مثلا انه السيمبول، يريد مثلا السيمبول مال الباتروس، اجاكم هيك سؤال مثلا يريد السيمبول مال الباتروس او الرمزية مال الطائر الباتروس، راح تكتبون انه هو good omen مو bad omen. طيب هاي وضحت عندكم اللي يعني كانت اكو وين مغالطات انا ادري بشأن الطائر الباتروس، فوضحت عندكم هاي المغالطة. فلما هو يقتل هذا الطائر كلهم، طبعا هو يقتله عن طريق الخطأ ما كان يتعمد، فكلهم كل البحارين اللي موجودين وياه اللي هم السيلرز اللي هم بمعنى بحارين، فكل البحارين اللي وياه ينقلبون ضده ويحسسوه بالذنب ويقولوا له انه انت راح تجلب لنا الفال السيء السفينتنا وراح تسوي لعنة وهاي اللعنة راح تقتلنا كلنا. هذا الكلام لمن كان موجه؟ كان موجه للبحار اللي قتل طائر الباتروس. فهم حتى يحسسوه بمشاعر الذنب ويحسسوه بالندم، وفسووا أخذوا طائر الباتروس وعلقوه برقبته، يعني حطوا حبل، علقوا الجثة مع طائر الباتروس، علقوها في رقبة البحار اللي قتله على مود شنو؟ على مود يحسسوه بالذنب ويحسسوه بالندم. ثم طبعا بمرور القصيدة نلاحظ انه هذا البحار بدأت انه هاي اللعنة بدأت تبدي مفعولها، بدأت مفعول اللعنة. شلون يعني؟ يعني اللعنة بدأت تتحقق وفعلا صارت لعنة على السفينة. يعني شلون؟ يعني فجأة من بعد ما كانت الرياح صاخبة وكان البحر هادئ وكانت السفينة دا تشرع بهدوء. طبعا احنا نعرف انه السفينة حتى تشرع بالبحر لازم يكون اكو هواء، اكو رياح، وايضا لازم يكون البحر هادئ على مود لا تصير مشاكل. فبمرور الرحلة مالتهم السماء بدأت تتغير، أصبح لون السماء لونه أحمر كالنحاس المذاب، أصبحت مثل النحاس المذاب. إحنا نعرف إنه النحاس المذاب لمن يعني علمياً النحاس لمن يذوب يصير لونه أحمر، فهنا هو شبه السماء بالنحاس المذاب، فقال إنه السماء أصبحت مثل النحاس المذاب، أصبح لونها أحمر، والرياح توقفت، وأيضاً أصبح البحر هائجاً. فكل هاي الأمور صارت لمن البحر قتل طائر الباتروس. فمن بعد ما قتل طائر الباتروس أجلب اللعنة على سفينتهم، فتوقفت السفينة في وسط البحر. ليش توقفت في وسط البحر؟ لأن ما بعد ما تقدر تشرع. ليش؟ لأن الرياح توقفت، ماكو رياح على مود تساعد على إشراع السفينة، وأيضا البحر أصبح هادئا، أصبح البحر هادئا، ماكو شيء يساعد السفينة أنه تشرع. فلذلك توقفت السفينة مالتهم وكأنما لوحة، صاروا مثل اللوحة، يعني اللي يشوفهم من بعيد كأنما دي يشاهد لوحة، سفينة واقفة في وسط البحر. فطبعا بما انه هم في وسط البحر ما كان عندهم الطعام الكافي ولا كان عندهم الشراب الكافي على مود شنو؟ على مود يقدرون يتحملون، لان هم ظلوا ايام في وسط البحر، وايضا هم ما يقدرون انه يشربون من مي البحر. ليش؟ لان مي البحر مالح، فلذلك هم ما يقدرون يشربون من عنده. فكل البحارين السيلرز اللي كانوا موجودين بالسفينه ماتوا من العطش، فكلهم ماتوا من العطش ما عدا هو البحار اللي قتل طائر الباتروس، هو الوحيد اللي ظل عايش بيناتهم. فلما ظل عايش بيناتهم عرف انه هو ما لازم يحس بمشاعر الندم وما لازم يحس بمشاعر التوبة وكل هاي الأمور ما لازم يحس بيها. فسوى رأسا وخر طائر الباتروس من رقبته، من بعد ما كان معلقها على الرقبة مالته، وخر طائر الباتروس من رقبته
وعرف انه هذا الشيء اللي صار هو مو فال سيء، وانما هو كان شيء مقدر. فهي هاي المسج او الرسالة من الانيشنت مارينر. فانتوا تفكرون بها، تعرفون انه تلاحظون انه الكاتب هذا اللي هو سامويل كولريدج، سامويل تايلر كولريدج، هو اصلا قاعد ينطي هاي، يعني يفسر هاي المغالطات اللي تصير بالعادات والتقاليد يعني داخل هذا المجتمع الهمجي اللي مليان تخلف. فراد يوضح انه الطائر هذا ماكو شيء اسمه طائر يجلب حظ سيء يجلب وطائر يجلب حظ حظ جيد، او طائر مثلا يجلب فال سيء، ماكو شيء. فهو راد يوضح هذا الشيء انه كل شيء هو مقدر، مقدر حدوثه. طيب هنا أنا خليني اجي، هاي طبعا هي هاي القصة مال النيشنت مرينر، لكن كتحليل هسه راح احللها. هنا الشيء يقول the poem is divided into five stanza. طبعا هاي القصيدة هي تنقسم الى five stanzas، يعني تنقسم الى خمس stanzas. هاي ال five stanzas ما لكم علاقة بها، ليش؟ لان اول شيء هي ما موجودات بالمنظمة، فولا اريدكم تكتبوها اصلا، يعني انا متستفاد من عتها وشي لا، وانما اريدكم تفهموها. هسه انا راح اقولها ولازم انتم تفهموها. هنا الشيء يقول in the first stanza the poet is talking about the beautiful weather in which the ship is sailing. The ship was moving quickly in a beautiful motion. This ship was the only one that reached that place in the sea, because it is a far place into that sea, which is a silent sea, because there are no other ships beside them. هنا الشيء يقول باللاينات الأولى من القصيدة، يعني أول لاينات، هنا باللاينات الأولى الشاعر حب إنه هو يتكلم عن الجو الجميل اللي كان يعني قبل البحار يقتل طائر الباتروس. فهنا هو دا يوصف الجو الجميل، إنه كان جو هادئ وكان جو يساعد على الإشراع أيضا. فهنا يتحدث لنا عن the beautiful weather. زين هنا الشيء يقول انه كانت السفينه السفينه كانت تبحر بسرعه وايضا بحركه جميله جدا، يعني كانت السفينه بوقتها تبحر بطريقه جميله جدا وايضا كانت تبحر بسرعه. هاي قبل لا شنو؟ قبل لا البحار يقتل طائر الباتروس. هنا يقول the ship was the only one that reached that place in the sea. يقول انه السفينة هاي اللي هي اللي بيها البحارين، هاي السفينة هي السفينة الوحيدة اللي وصلت ذاك المكان، يعني وصلت المكان اللي هم دي يقصدوه. ليش؟ لان كان هذا المكان جدا بعيد، فهم الوحيدين اللي كانوا رايحين، هم طبعا رايحين للصيد، وايضا ما كان اكو سفن ثانية اذا تبحر بجانبهم، هم كانوا الوحيدين. هاي بالنسبة للفيرست ستانزا اللي هي اللاينات الاولى من القصيدة. نجي على السكند ستانزا اللي هي اللاينات الثانية بالقصيدة. يقول everything changed, the weather changed from beautiful weather into a completely silent weather. This means that there is no wind, and if there is no wind the ship cannot move. The sailors tries to speak, but the speech was not for the sake of communication, but to remember that they are still alive. هنا ناشي يقول بهاي بالستانزات الثانية، يقول من بعد ما كان الجو هادئ وجو جميل ويساعد على الإبحار، تحول الجو تماما من جو جميل إلى جو هادئ وأيضا بدون رياح، يعني أصبح الجو جدا هادئ وأيضا لا يوجد رياح. من بعد ما كانت الرياح تساعد على الإشراع أصبحت الرياح هادئة، لا توجد رياح. فهنا يقول بما أنه لا توجد رياح، هذا معناته أنه شنو؟ أنه معناته السفن ما تقدر تتحرك، من ماكو رياح معناته السفينة لا ما تقدر تتحرك، cannot move. The sailors tried to speak, but the speech was not for a sake of communication, but to remember that they are still alive.
يقول إنه البحارين حاولوا إنه هم يتكلمون، لكن الكلام كان من دون أي جدوى، كان الكلام من دون أي جدوى. ليش؟ لأن هم كانوا مرهقين وتعبانين. وأيضاً but to remember that they are still alive، لكن هم كانوا مضطرين إنه يتواصلون مع بعضهم البعض حتى شنو، حتى واحد يثبت للثاني إنه هو لا يزال على قيد الحياة، لأنهم أصبحوا مثل الموتى، لا طعام ولا شراب. نيجي هنا على in the third stanza. In the third stanza اللي هي بالأبيات الثالثة، the poet is speaking about the type of suffering that they were living in the sun, which is supposed to be the source of life and light, change into the punishment. The sun, because so hot and extend that they felt that sky, because the sun itself, the sky was carrying the red color, which is the color of copper. But on the same time, the sun was hot, the sun during the noon, on the middle day. هنا شي يقول، هنا يتكلم عن الشاعر يتكلم عن أنواع المعاناة اللي لاقوها هذول البحارين. فيقول the poet is speaking about the type of suffering that they were living in. هنا يتكلم عن أنواع المعاناة اللي عاشوها البحارين في هذه التجربة مالتهم. The sun, which supposed to be the source of life and light, changed to be the source of the punishment. هنا يقول إنه الشمس اللي هي كان من المفروض إنه تكون هي مصدر الحياة، وأيضا هي مصدر الضوء. إحنا كنا نعرف إنه الشمس هي مصدر الحياة ومصدر الضوء، فالشمس اللي كان من المفروض تكون هي مصدر حياة ومصدر ضوء تحولت بذيك الليلة إلى مصدر إلى عقاب بالنسبة للبحارين، تحولت إلى عقاب بالنسبة للبحارين اللي موجودين بالسفينة. ليش؟ because the sun became so hot، لأن صارت الشمس كلش حارة، أصبحت الشمس عمودية وجدا حارة، وأصبحت مثل النحاس المذاب، أصبحت مثل النحاس المذاب. ف which is the color of copper، but on the same time the sun was hot، the sun there during the noon on the middle day. هنا الشي يقول إنه الشمس تحولت إلى مثل الشمس اللي تكون وقت الظهيرة، أو الشمس اللي تكون في وسط اليوم، شلون تكون الشمس حارة وأيضا عمودية، وأيضا أصبح لون السماء مثل لون النحاس المذاب، وحرارة الشمس مثل حرارة النحاس المذاب. طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لل the third stanza. نجي على the fourth stanza اللي هي الأبيات الأربعة. يقول the poet talks about the passing to time and that they were kept in this situation for a long time. And because the ship is not moving, it's because just like a picture, which means it becomes something dead and not alive. Anyone who looks at the ship is that will feel like that he is looking at picture for a painting ship. هنا الشي يقول إنه مرور الوقت، لما السفينة توقفت في وسط البحر، أصبحت السفينة بالنسبة للناظرين كأنها صورة، يعني اللي باوع عليها أو اللي باوع على منظرهم من بعيد، على منظر السفينة ومنظر منظرها وهي داخل البحر، وأيضا منظر الرياح ومنظر السماء، كأنما دي باوع على سفينة، كأنما دي باوع على سفينة مرسومة، أو كأنما دي باوع على لوحة، مو كأنما دي باوع على شيء حي. ليش؟ لأن كانت السماء هادئة، وأيضا كان البحر هادئ ومن دون رياح، وأيضا هم البحارين بأنفسهم كانوا هادئين كأنما جثث هامدة. إحنا in the last stanza أو بالأبيات الأخيرة، يقول the poet talks about the degree of their suffering. Those still sailors were surrounded by water from all sides, and the ship itself was in water, but at the same time they were so thirsty.
and they couldn't find any drop of water to drink. هنا شو يقول؟ يقول طبعا بمرور الوقت، يقول بمرور الوقت أصبحوا هذول البحارين من دون طعام، من دون شراب، ولو أيامهم بهاي الحالة، فلذلك هم ظلوا بالبحر عطاشة. وطبعا هم ما يقدرون أنه يشربون مثل ما قلت، ما يقدرون يشربون من ماء البحر، فلذلك هم ماتوا من العطش، ما عدا البحار اللي قتل طائر الباكرس ظل عايش. طيب هاي بالنسبة للقصة مال طائر الباكرس أو The Ancient Mariner. خلينا هسه نيجي هنا، أنا أريد أوضح لكم هذا اللاين لأن هو مو واضح بالنسبة للهواية من الأشخاص، وأيضا مهم هذا اللاين. من يقول water water everywhere and all the boats did shrink. Water water everywhere nor any drop to drink. هذا اللاين اللي موجود بالقصيدة خاف يجيكم بالامتحان، مثلا الأستاذة تذكر لكم هذا اللاين وتقول لكم وتقول لكم مثلا identify. أنا قلت يعني identify، الفيديو اللي شرحت بي معنى الidentify راح أحط لكم إياه بالdescription، ضروري جدا إنه تشوفوا. هنا مثلا تنطيكم هذا اللاين وتقول لكم identify. أنتوا هنا واجب عليكم شنو؟ واجب عليكم إنه تذكرون اسم الكاتب وتذكرون اسم القصيدة وتشرحوا لها معنى هذا اللاين. طبعا معنى هذا اللاين هو انه هنا هو دا يتكلم بالفترة لما هم حسوا بالعطش وما قدروا يشربون من مي البحر. ليش؟ لان ماء البحر مالح، وايضا ماتوا من العطش. فهذا اللاين هو يقصد هذا الجزء من القصيدة. انتوا تبدون تشرحون انه هم ليش حسوا بالعطش، هم ليش ماتوا من وراء العطش، وايضا منو مات ومنو ظل عايش. هنا كل هذا تشرحوه عند هذا اللاين اذا جابت لكم هذا اللاين، وأيضا تذكرون اسم الشاعر واسم القصيدة. نجي هسه على الجنرال مينينج مال القصة اللي هو المعنى العام للقصة. يقول this poem gives us the description of the ship and weather after the sailor shot the albatross bird and poe a curse on the ship. هنا يقول طبعا يقول هاي القصيدة هي تنطيني description أو وصف المن، وصف للسفينة وأيضا وصف للجو. يعني صحيح هو بالبداية وصف لنا الجو شلون كان، بداية القصيدة بدأ يوصف لنا الجو شلون كان وشلون كانت الحياة جميلة والحياة حلوة، ومن ثم انقلب كل شيء رأسا على عقب. فهنا نقول من بعد ما البحار أطلق النار على طائر الباتروس أو أصاب طائر الباتروس شوتهم، فهنا نش صار هو لما أطلق عليه وقتله أجلب اللعنة إلى السفينة، فجاب لعنة للسفينة. هذا هو general meaning مال القصيدة. نجي على أهم شيء اللي هو الثيم اللي هو أنتوا لازم تذكروه لما يطلب من عندكم بالشرح. الثيم يقول the poem express feelings of guilt and suffering. يقول هنا إنه القصيدة هي تفسر مشاعر الذنب ومشاعر المعاناة، تفسر الذنب والمعاناة فعلا. ليش؟ لأن هو طول القصيدة هذا البحر اللي قتل طائر الباتروس كان دي يعاني وكان يحس بالذنب، وأيضا يحس إنه هو قاتل ومن هالأمور هاي. فهذا هو الثيم مال القصيدة. طبعاً thank you so much guys، هذا كل اللي كان عندي اليوم. فأتمنى إنه أنتوا ما عرفتكم تحفظون اللاينات، يعني أو القصائد طبعاً هي مو للحفظ، لكن أنتوا لازم تطلعون عليهن، يعني لازم تطلعون عليهن. ليش؟ لأن قلت لكم بالامتحان الأستاذ احتمال تجيب لكم من وسط القصيدة أو من بداية القصيدة أو من نهايتها تجيب لكم لاينات وتريد من عندكم اسم الكاتب واسم القصيدة هاي. فأنتوا لازم يكون عندكم اطلاع على القصيدة، اطلاع على كلماتها، وأهم شيء طبعا تفهمون القصيدة والقصة مالتها. فكل شيء حكيته بهذا الفيديو كان مهم، ماكو شيء مهم. وقلت لكم للمرة الثالثة طبعا راح أذكر إنه الفيديو اللي حاطته أنا بالديسكريبشن شوفوا كلش مهم، راح ينفعكم هواي. Thank you so much guys and goodbye.